طالب جاستن براون رئيس وزراء أنتيغوا وبربودو الدول المتقدمة بتحمل مسؤولية التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية والتعاون مع الدول النامية لحماية الكوكب من الخطر. وفي لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية شدد براون على أهمية تقليل انبعاث الغازات الدفيئة خاصة الشركات الكبرى. نحن سعداء بوجود سيادتكم معنا هنا في القاهرة نيوز، ونحن نتكلم الآن عن أهمية وجود تمويل للدول الإفريقية بالنسبة للتمويل من أجل التغير المناخي. إنه أمر مهم جدا بالنسبة للدول الإفريقية، خاصة أن هناك دول إفريقية تعاني من زيادة الكربون. وكما قلت لك من قبل، إن هناك الكثير من الدول التي تعاني من قطع الأشجار وتعاني من الكثير من الدمار، وذلك منذ 3 عقود. وإننا وجدنا مثل ذلك في مصر، وجدنا طريقا لحل تلك المشكلات في مصر. ولذلك فإننا سنعمل بجد حتى نتغلب على تلك المشكلات في حدود 25 شهرا. أعتقد أننا لابد أن نقلل من الانبعاثات، وأيضا نقلل من درجة حرارة الكوكب لكي لا ندمر ذلك الكوكب. فإذا سمحنا لدرجة الحرارة أن تكون خارج نطاق السيطرة، فذلك سيكون دمار على الإنسانية نفسها والحضارة الإنسانية. وهناك نافذة بين 20-30، حيث أننا لابد أن نصل إلى درجة حرارة مناسبة للكوكب. هل تعتقد أن الدول النامية ستكون قادرة أن تحشد التمويل من أجل التكيف مع التغير المناخي؟ حسنا، بوضوح. إن الدول المتقدمة لابد أن تتحمل تلك المسؤولية، ولكن أيضا الدول النامية لديها دور أيضا، فلابد أن تسهم بشكل كبير لمنع الدمار. فهل مسؤولية لابد أن تكون مشتركة بينهما؟ فالمسؤولية المناخ لابد أن يتشاركها حتى الشركات، ولا سيما الشركات المنتجة. وهذا وفقا للحقيقة التي هي أن تلك الشركات تربح بشكل كبير، ولذلك لابد أن يكون لديها مسؤولية في جمع التمويل. فبعض الدول قد تضع تشريعات لكي تستطيع أن تنظم جمع التمويل ويكون هناك نافذة من أجل التمويل. هذا سيقلل من تأثير التغير المناخي. وما هي توقعاتك في نتائج COP27؟ أعتقد أننا لابد أن نزيد من طموحاتنا لكي نقلل من درجة الحرارة 1.5 درجة، وثانيا أن يكون هناك مناقشة مباحثات لتقليل تأثير الدمار الذي يحدث في العالم، ونجد حلولا لذلك في حدود 2024.